أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى مواعيدنا الإخبارية المفصلة لنهار اليوم. بداية تبنى وزراء الخارجية العرب أمس بالقاهرة خلال أشغال دورتي العادية 57 بعد المئة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري تبنوا قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص تاريخ انعقاد القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر والذي تم ترسيمه يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022 تزامنا والذكرى 68 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة. تفاصيل أكثر مع وليد قادري. ليس من قبيل الصدفة أن تنعقد القمة العربية المقبلة بأرض الجزائر وفي الفاتح من نوفمبر، فعندما يجتمع المكان والتاريخ في هاته القمة تصبح الرمزية عميقة في توحيد الصف وإعادة تصويب العمل العربي المشترك. في مارس يكون اجتماع رسمي الجامعة العربية تاع وزارة الخارجية وتترسم نهائيا يترسم التاريخ تاع انعقاد القمة اللي يكون في آخر ثلاثي تاع السنة إن شاء الله، ثلاثي الأخير، ويكون مرتبط ربما بيوم تاريخي بالنسبة لنا احنا. اليوم ومن القاهرة رسم تاريخ القمة في اجتماع وزراء الخارجية العرب في إطار الدورة العادية لمجلس الوزراء، وعكس البيان الصادر عنها إيمان الدول العربية بأهمية الموعد، إيمان نابع من إدراك الأشقاء العرب بالدور المحوري للجزائر كدولة فاعلة بالمنطقة ولاعب أساسي في إحلال الاستقرار وحلحلة الأزمات التي يعيشها الوطن العربي. باش نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي. الجزائر لها تاريخ مشرف في حل كثير من النزاعات اللي موجودة سواء في الإقليم أو في العالم العربي، ونحن بحاجة للجزائر لأن مع الأسف عالمنا العربي يمر في كثير من الأزمات، فنتمنى منكم فخامة الرئيس خاصة القمة العربية إن شاء الله المقبلة سوف تكون في الجزائر، وكلنا ثقلنا إن شاء الله راح تكون قمة ناجحة. أجندة القمة تحمل الكثير من التحديات والرهانات التي تعيشها المنطقة، الأزمتان السورية والليبية وأزمة سد النهضة بأطرافها الثلاث وغيرها، وستتصدر كل هذا القضية الأم، القضية الفلسطينية. الموعد العربي المقبل بالجزائر سيتناول أيضا التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية وتداعياتها لتعمل على توحيد الكلمة العربية في أن تكون صوتا للسلم وبعث الحوار بين كل الخصوم. يجدر بالأمة العربية أن تنال موقعا أفضل في هذا العالم، هذه هي رسالة القمة، وفيها تعول الجزائر على كل الدول العربية في أن تلتف وتتفق حول رؤية موحدة واضحة مثلما توحدت في إعطاء مطلق الدعم لإنجاح هذا الموعد. سيدي سمو الأمير أمر بدعم الجزائر في القمة القادمة، وجددت اليوم خلال لقاء سيدي سمو نائب الأمير بأن الكويت في قمة الجزائر سوف تكون أول المشاركين وآخر المغادرين. القمة العربية في الجزائر وفي غرة نوفمبر ستكون جامعة وموحدة وموعدا سياسيا هاما في تاريخ الأمة العربية، بذلت الجزائر لأجله مساع حثيثة وجهودا مكثفة من خلال عمل استباقي سيكون بمثابة أرضية صلبة للخروج بقرارات ومواقف فارقة في العمل العربي. الجزائر تتأهب لاحتضان القمة العربية التي نريدها جامعة وشاملة، ولن نكرس، قلتها وأكررها من أرض تونس الطيبة، أن الجزائر لن تكرس التفرقة العربية. هذا وقد ترأس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة الوفد الجزائري المشارك في الأشغال، حيث أكد في كلمة له بالمناسبة مواقف الجزائر الثابتة تجاه العديد من القضايا العربية والدولية الراهنة، داعيا إلى تفعيل المبادئ الأساسية الرامية إلى توحيد المواقف من أجل نصرة القضايا التحررية على غرار القضية الفلسطينية.
في النشاط البرلماني الآن يعقد اليوم مجلس الأمة جلسة عامة تخصص لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة تتعلق بكل من قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الفلاحة والتنمية الريفية، الأشغال العمومية، الموارد المائية والأمن المائي. في موضوع آخر، فند الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التصريحات المغلوطة وغير المبررة حول زيادات مرتقبة في أسعار مادة الخبز. الاتحاد طمأن في بيان له المواطن أنه لا زيادة في أسعار الخبز باعتباره مادة مدعمة من قبل الدولة. الزميلة منال عبديش تنقلت إلى بعض المحلات الخبازين بالعاصمة ورصدت لنا ما يلي، نتابع. القرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية والمتعلقة بتخفيف الضرائب وزيادة الدعم الموجه للخبازين ساهمت وبشكل كبير في الحفاظ على سعر الخبز عبر كامل التراب الوطني. ما نقدوش نخربوا في الخبز المدعم، مدعم يقعد في البريد تاعه غير هو. الدولة راهي مدعمة الفارينة، مدعمة كلش الحمد لله، دونك إذا الدولة راهي مدعمتنا احنا ما نزيدوش، احنا رانا مع الدولة ورانا مع المواطن. مو حال احنا نقدو نخربوه في الخبز تاع القليل، راه يبقى توجور بالبريد تاعه ويبقى توجور متوفر على العام. ما فيش زيادة وما جاتنا حتى تعليمات. احنا ما نجموش نزيدوا من دمغينا باسكو كانوا التجار اللي معنا زادوا وراهم في مشاكل. حرص السلطات على حماية أسعار الخبز من الزيادات العشوائية وغير المبررة لاقت استحسانا كبيرا لدى المواطنين. يعني رأيي أنا الخبز البري تاعو الآن راهو مليح. نتعاملوا مع بزاف الخبازين ومازال البري كما العادة بري واحد. بسكو عندنا الدولة هكذا تدعم شوية في الخبز الخبازين والآخر على بها قاعد بري واحد ماهوش طالع البري على كل حال ولا عندنا أزمة فيه ولا. الخبز راه كاين متوفر في كل جميع المخابز وهران كاع بارتو وين ما تراه كاين خبز والسومه غير هي انت اللي تبغي. ما زاد ما والو كل مومون في بالكل اليوم شريته هنا ما زادش عيار الله اعلم. الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن خط أحمر يدخل ضمن استراتيجية الحكومة التي تبذل مجهودات جبارة لضمان استقرار أسعار المواد المدعمة أولها الخبز. ولدى نزوله أمس ضيفا على نشرة الثامنة، أكد الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين السيد بن شهر حزاب عن وجود قرارات هامة كان رئيس الجمهورية قد اتخذها من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار أسعار الخبز كونها مادة مدعمة من قبل الدولة والجهة الوحيدة المخولة للفصل في الزيادات التي تمس هذه المادة الأساسية، وأن القرار من صلاحيات رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. احنا قمنا باجتماعات ما أطنية فيما يخص هذه المادة، واحنا كنقابة الملف تحد فئة لأول ما مشى حتى المسؤول الأول تاع البلاد وهو مشكور سيد رئيس الجمهورية وخذ وعطى امتيازات لهذه الفئة، وما زلنا في الاجتماعات مع شركة صنع الغاز باش يخفضوا لنا على الأقل التي بي ا 19%، ما زلنا مع الضرائب، ما زلنا ما كملناش هذا الملف، والملف محطوط في الطاولة تاع السيد رئيس الجمهورية ومحطوط في الطاولة تاع السيد وزير دونك هذا مؤشر جديد وفيه إرادة سياسية قوية باش نحلوا هذه المشاكل، وحنا على مستوى الوزارة المعنية وهم مشكورين كل المدراء يتعاملوا معنا ونمشوا الوقت اللي نحبوا ونفاتحوهم في كل المشاكل الموجودة لنا. ما فيش باش نزيدوا في مادة مدعمة والأسعار تاعها مقننة من طرف الدولة، حتى واحد ما هو قادر يزيد، حتى السيد الوزير ما هو قادر يزيد. الوحيد اللي قادر يزيد وهو المسؤول الأول ولا مجلس الوزراء، وتكون عن طريق وثائق. ما نجموش كل واحد يقول بلي اليوم أنا غادي نزيد في الخبز في مادة الخبز ولا، لأنها مادة مدعمة وسعرها مقنن.
في التعاون تشارك اليوم وزيرة البيئة سامية موالفي في المؤتمر الوزاري الثالث لحوار غربي المتوسط 5+5 المنعقد بمدينة فالنسيا الإسبانية. وستبرز موالفي خلال هذا الاجتماع المخصص للأمن المائي والتغيرات المناخية دور الجزائر في الحفاظ على المياه والتقليل من تأثير التغيرات المناخية. هذا وسيكون المؤتمر فرصة للنقاش حول الاستغلال المستدام والأمثل للمياه في ظل التغييرات المناخية وضرورة تعزيز التعاون في منطقة غرب المتوسط. في التعاون الجزائري التركي تتواصل لليوم الثاني على التوالي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف أرحال بالجزائر العاصمة فعالية الملتقى الدولي الرابع الجزائري التركي حول الموروث التاريخي الجزائري التركي المشترك الذي انطلق أمس بإشراف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية عبد المجيد الشيخي وبحضور عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية إلى جانب أساتذة ورؤساء مختلف الجامعات التركية والمراكز المتخصصة في التاريخ البحري المشترك بين الجزائر وتركيا. المتابعة لوسيلة بوشارب. يجب إعادة كتابة التاريخ المشترك بين الجزائر وتركيا، هكذا استهل مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى الدولي الرابع حول الموروث العثماني بالجزائر. العلاقات بين الجزائر والدولة العثمانية علاقات راسخة في التاريخ، ولكن تحتاج إلى التعريف بها، وكذلك تحتاج إلى ربما توضيحها وتفسيرها ورفع بعض الالتباسات الخاصة بها، لأن كثرة الكتابات وكثرة الدراسات التي تشكك في نوعية هذه العلاقة، وخاصة فيما يتعلق بدور الجزائر في سياسة الدولة العثمانية. ممثلا للوزير الأول في الملتقى، ثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مستوى العلاقات الجزائرية التركية. إن الجزائر وهي تستعد لاحتفاء بالذكرى 60 لعيد الاستقلال تشهد هذه الأيام حركية ونشاط اقتصادي هام بين بلدين الجزائر وتركيا الذين تربطهم علاقات تاريخية، حيث أصبح يلاحظ تطورا تدريجيا في الاستثمارات التركية بالجزائر، أين تجاوز عدد الشركات التركية التي تنشط بشكل رسمي في الجزائر أكثر من 2500 شركة تركية. هذا الملتقى يسمح للشباب والمؤرخين على حد سواء الاطلاع على التاريخ المشترك للبلدين، وللباحثين أيضا بإجراء بحوث معمقة حول المواقع الأثرية الموجودة بالجزائر المتعلقة بالملاحة البحرية في القرون الماضية. على هامش الملتقى تم توقيع اتفاقيتين بين جامعتين تركيتين وجامعة البليدة والمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر. دوليا الآن، وفي تطورات العملية الدفاعية الروسية بأوكرانيا، يرتقب أن يلتقي اليوم وزيرا خارجية البلدين سيرغي لافروف وديميتيرو كوليبا بأنطاليا التركية في مسعى تقوده أنقرة لإيجاد أرضية اتفاق بين الطرفين. يحدث هذا بموازاة إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين بعد إعلان موسكو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في عدة مدن. تقرير فوزي عابد. رغم ضراوه المعارك بين الجيشين الروسي والاوكراني في محيط العاصمه كييف ونواحي شتى من اوكرانيا، تمكنت الاطراف المتنازعه امس من انجاح عمليه اجلاء الالاف من المدنيين عبر ممرات انسانيه امنه في 5 مدن على الاقل. وقال الرئيس الاوكراني ان ما لا يقل عن 35,000 مدني تم اجلاؤهم بعد اعلان الجيش الروسي وقفا مؤقتا لاطلاق النار،
بينما شدد الأخير أن كييف أفسدت بعض عمليات الإجلاء في ماريوبول وخاركيف، موضحا أن ما لا يقل عن 48,000 مدني طلبوا اللجوء إلى روسيا أو بيلاروسيا. ميدانيا اقتربت طلائع الجيش الروسي من العاصمة كييف وخاضت معارك طاحنة على أطرافها في مدينة زبروفاري التي لا تبعد سوى بنحو 15 كيلومترا فقط عن العاصمة، كما احتدمت المواجهات على بوابة روزانيف المجاورة جنوبية كييف. في سياق آخر، اتهمت موسكو واشنطن بدعم برنامج في أوكرانيا لتطوير أسلحة بيولوجية تسبب أوبئة فتاكة على غرار الجمرة الخبيثة، وهو ما نفته واشنطن التي رفضت من جانب آخر مقترحا بولندي لشحن مقاتلات من نوع ميغ 29 إلى أوكرانيا تخوفا من توسع رقعة الصراع إلى دول حلف الناتو. سياسيين يرتقب أن يلتقي وزير خارجية روسيا وأوكرانيا اليوم بأنطاليا التركية، وهذا ضمن وساطة تقودها أنقرة. ورغم أهمية المسعى، إلا أن وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا أبدى تشاؤمه في التوصل مع لافروف إلى نتائج تسمح بالتهدئة أو إنهاء العمليات العدائية على الأرض. اقتصاديا، وفي خطوة مخالفة للحظر الأمريكي البريطاني عن واردات الطاقة الروسية، أكدت برلين أنها لن تتخلى بشكل فوري عن الغاز الروسي على عكس الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها دولة مصدرة للغاز والنفط، وهو ما لا ينطبق على أوروبا. قرارا أدى إلى تراجع أسعار النفط بنسبة 12% لتشهد البورصات الأوروبية تعافيا نوعا ما في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وهو ما حمل البنك المركزي الأوروبي على تغيير توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو. وبهذا سيدتي سادتي نأتي إلى ختام نشرتنا، نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.